في دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع من الشهر الأول من العام الجاري بالمقارنة مع أسعارها في أول أسبوعين من شهر أيلول، أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع أسعار 84 سلعة غذائية واستهلاكية وكمالية بالإضافة إلى المحروقات، وبنسبة بلغت 28% أغلبها سلع موسمية. المواطنين طبعاً مبدئياً يعني بيجوا كثير بيشكوا من موضوع الأسعار، وفي كثير ناس نسبة منهم بحط الحق مثلاً على التاجر وكذا، علماً أنه إحنا نتألم أكثر من المواطن، لأنه إحنا كتجار أولاً ارتفاع المادة يخف الطلب عليه، وهذا الحكي طبعاً بيأثر على أصحاب المحلات ولأنه عليهم التزامات كبيرة طبعاً. الآن بخف الطلب معناته بده يخف الزباين، بده تخف المبيعات، وهذا الحكي ينعكس سلبياً طبعاً على التاجر وعلى إيرادات المحل. ما بقدر أعيش كأي إنسان يعني، لأنه أنا عندي ارتفاع مثلا زيوت الخضرة، وعندي عيلة، وعندي بس مش قادر أعيش، مش قادر أوفق بين بيتي وبين شغلي وبين بنزين سيارتي. يعني أكثر وقتي أنا مثلا دوامي قريب، بصف سيارتي بعد 10 شهر وبطلع على رجلي، أو بلاقي أي صاحب لي يطلعني. أنا قاعد بنعاني من هالحياة، يعني الوضع تعبان، على مش عارف نتأقلم مع الرواتب أو كيف بدنا نعيش زي أي مواطن. أو إحنا على فكرة يعني نتفرج على التلفزيون نشوف الناس وضع أحسن من وضعنا كثير. إحنا في مرحلة أو بنقدر نقول في السوق الأسعار مرتفعة، شيء يعني استغفر الله العظيم، يعني شيء ما مر علينا نهائيا. يعني تنظر للزيوت، جميع أنواع الزيوت، سواء زيوت، بتخيل إنه زيت البلدي الآن صار أرخص من زيت القلي. زيت القلي لتر زيت القلي لحاله بتعدى نيرتين ونص، وارتفاع آخر في السكر، وارتفاع آخر في المواد التموينية الأخرى، والآن الخضرة صارت ترتفع، وإحنا لا نزال في مكاننا. يعني اللي استلم راتب 200 ليرة 250 ليرة لا يزال هال 250 ليرة، ما يتغير عليه إيش. يعني إحنا بنناشد الحكومة، بنناشد المسؤولين، إذا في مجال لو يرفعوا شوي، يعني نقدر إن نتساعد مع نقدر إن نجيب لبيوتنا أغراض، نقدر إن نعيش عيش كريمة، أقل ما في عيش كريم. يعني هي إحنا بخلصين تقاعد من الجيش ومع ذلك في السوق واقفين، مشان نطالع لنا نيرتين، نطالع لنا ثلاث نيرات، نطالع نقدر لنا نسد حاجة الأطفال اللي عندنا، نسد حاجة ارتفاع الكهرباء، نسد حاجة الماء، نسد، ما إحنا ملحقين. ومع ارتفاع أسعار المواد التموينية زاد العبء على كاهل المواطنين مع بقاء دخولهم كما هي دون زيادة، فتأثرت قطاعات أخرى عدا المواد الغذائية. أنا حابة أحكي لكم شوي عن الأسعار وأعطيكم فكرة عنها قديش الناس بتتغلب فيها. يعني فإنه إحنا كثير بنعاني، يعني مثل السكر والزيت وارتفاع الشغلات، يعني المواد التموينية الرئيسية لكل بيت، وبخصوص كمان المواصلات، يعني الناس بتعاني كثير منها. والناس أكثر إشي يعني بتتعاني من عشان رواتب تنمية ومعونة وطنية، كثير ناس بعانوا من هالشغلة هاي، كثيرة بتعبوا منها. فعشان هيك يعني أنا بناشد المسؤولين إنهم يخففوا العبء على المواطنين، مشان المواطنين كمان يقدروا يتحملوا، لأنه عليهم كمان ضغوطات ومسؤوليات كثيرة. في ذات السياق يدعو اقتصاديون إلى ضرورة تطوير الأفكار باتجاه إعادة تنظيم الإنفاق وترشيده، خصوصا أن معدلات الدخول تكاد تكون ثابتة في القيمة وتتناقص بقيمتها الشرائية. بنناشد الحكومة وبنناشد الجهات المعنية بتخفيف الضرائب، يعني كمان التجار ما نحط كل اللوم على التجار وعلى المستوردين وأصحاب المحال. في ضرائب عالية وأسقف عالية للضريبة لازم يخففوها على التجار حتى هم كمان يخففوا على المواطن. بالحالة هاي بصير المعادلة المتناسبة بين التاجر والمستهلك، والحال زي حال كل واحد أردني، يعني الرواتب متدنية، ما فيش زيادات للرواتب من مدة، و للأسف يعني عم تزداد الأسعار يوما في يوم، وما في يعني حدا مغيث ولا مجيب ولا حدا راد على المناشدات اللي على الفيس أو على التواصل الاجتماعي أو من خلال أي يعني محطة إعلامية. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن برنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، يدعو خبراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تخفيفية تستوعب هذه الزيادة المستوردة على الأسعار، سواء من خلال تخفيض الضرائب أو من خلال اتباع سياسة إحلال البضاعة المحلية، من خلال تشجيع المنتج المحلي ودعمه عن طريق تخفيف التكاليف قدر الإمكان.